كان ايه اللقاءات الاصعب الاغلس بالنسبه لكم، الاهلي ولا الزمالك؟ هو دايما لقاءات الاهلي والزمالك بتبقى صعبه جدا، بس انا كفرقه طبعا كان الاهلي اللقاء بتاعه بيبقى صعب جدا، وبتعمل مجهود عالي جدا طول الوقت بتدافع، لان بيبقى حاطك في ال 18 على طول. انا كاسلام بقى كان يعني انا بالنسبه لي الماتشين بيبقوا سهلين، ببقى نازل عادي فيها اريحيه عندي، ببقى مطمن ان انا ان شاء الله في اي وقت اقدر اجيب اقدر اعمل كده على كنت طول. كنت بتلعب على مين في الاهلي او في الزمالك لما انت كنت موجود في سموحه؟ اما انا كنت موجود في سموحه في ماتشات لعبت على صبري الرحيل، في ماتشات لعبت على فتحي برضو، بس على صبري لعبت ماتشين، فتحي لعبت عليه ماتش واحد بس. لا بس تبعد عن فتحي طبعا، يعني روح اي حته غير اللي فتحي. لا هو ماتش واحد بس. ماتش واحد بس وبعدت عنه، رحت الجنب التاني. فتحي مشكله ما بيهرجش. لا طبعا ما شاء الله كابتن فتحي قيمه وقامه يعني في الكره المصريه ما شاء الله يعني.